اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلينا نبدا بكريم مثابت واهم الاحداث اللي هتحصل بكره من وجهه نظرهم في مباراه الاهلي وفاركو. هنبدا الاول بتشكيل فاركو المتوقع. طبعا هم ماسكهم دلوقتي كابتن ايهاب جلال، كان ماسكهم نونو الميدا، فهنشوف بس التغييرات اللي ممكن تحصل، او اعتقد انها هتبقى نفس طريقه اللعب 5 ورا، لان كابتن ايهاب جلال طبعا في اول مباراه. نجيب بس التشكيل عشان نستعرضه كده على الشاشه. يعني هو عايز يبدا يامن بكره، اكيد هيلعب بطريقه، يمكن ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال بيلعب دايما بطريقه تحضير الهجمه من تحت وكده، ولكن اعتقد ان طريقه فاركو دفاعيه، فهو هيجي بما ان هي اول مباراه عايز يثبت نفسه وعايز يعدي المباراه ويخرج بها لبر الامان. فاعتقد ان هي هتبقى مباراه جيم دفاعي من كابتن ايهاب جلال، هيلعب بيه الخمسه ورا، محمد سعيد شيكا في حراسه المرمى، والثلاثه ايوه نبدا على طول. هات الاكس ده بالدايره ولا ايه؟ قول لنا التشكيل ماشي. عبد الله بكري في الثلاثه المساكين اللي ورا، عبد الله بكري ورامي صبري واحمد مودي الثلاثه اللي ورا. اوكي. الاربعه اللي قدامهم احمد الصغيري بيلعب باك رايت، وجابر كامل بيلعب باك ليفت، الاثنين اللي في النص محمود حماده ومحمود عماد، الثلاثه اللي قدام شكري نجيب واحمد فؤاد اثنين اجنحه، وقدام عمرو جمال. طب ايه التغييرات اللي ممكن يفكر فيها كابتن ايهاب جلال ان هو ممكن يعملها؟ هو عنده الاربعه الافارقه ما كانوش بيبداوا مع نونو الميدا، يعني سواء سوكاري، سواء جيفرسون اللي هو الباك رايت، او عزمي جومه، او رزقي حمرون. انا اتوقع ان ممكن بكره يغير الظاهرين، يعني ممكن بكره نشوف عزمي جومه اللي هو الظهير الايسر التونسي، ظهير ايسر كويس جدا، وممكن نشوف جيفرسون اللي هو الباك رايت، اعتقد برضو ان هو ممكن يديله، لكن هو مش هيغير طريقه اللعب اللي هي 5-4-1، هيحاول يضيق المساحات قدام النادي الاهلي اكتر ويلعب على الهجمه المرتده. وكذلك عنده برضو المهاجم المميز اللي هو مهاجم منتخب الشباب احمد شريف موجود على الدكه، ممكن يستغله مكان عمرو جمال. تمام. طيب نروح بقى بسرعه للحالات اللي معانا، يا ريت برضو نرجع بيه الحالات ونشوف طريقه الكابتن ايهاب جلال. طبعا الكابتن ايهاب جلال خلال 6 شهور يعني عدى على فرق كتيره، كان اخرها النادي المصري، ودي حاله من مباراه النادي المصري وطبعا نادي الزمالك، ونشوف الوقفه اللي واقفها لعيبه النادي المصري، واعتقد ده الشكل اللي احنا هنشوفه بنسبه كبيره للنادي فاركو بكره بزون ديفنس في نص ملعبه، وهيسيب النادي الاهلي في وجهه نظري يعني يحضر الكوره في نص ملعبه زي ما هو عايز، لكن وانس النادي الاهلي عدى نص ملعب هنلاقي الشكل ده والضغط بشكل كبير جدا 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 وتقارب الخطوط. واشك ان الكابتن ايهاب جلال بكره يحاول يلعب بيلدينج اب من عند الحارس، لانه هيخاف من بصراحه من اي مخاطره او اي غلطه، خصوصا كمان هو نفسه بقى في وجهه نظر يعني يحافظ على الشغلانه، لان الكابتن ايهاب جلال بقى له فتره يعني ما بيستمرش مع الفرق اللي بيدربها اكتر من يعني 3 أو 4 شهور. طب نروح برده، عايز برده كابتن اسلام سريعا نلقي بعض النظرات كده على ماتش الاهلي وفاركو السنه اللي فاتت، ونشوف كانت واحده من ميزات النادي الاهلي لما كان بيضغط بطول الملعب على نادي فاركو. الهدف الاول جه في الدقيقه الثالثه من ضغط وعلى نادي فاركو، هو بيعمل البيلدنج اب بتاعه ده، انا بشوفه مش هيعمله بكره، هم مش هيحاولوا يعملوا الكلام ده بكره خالص. واعتقد الضغط العالي وسيله من الوسائل الناجحه جدا جدا لمارسيل كولر السنه دي، واتمنى ان هو يكمل عليه بكره، وان شاء الله باذن الله باذن الله النادي الاهلي يعود للانتصارات بعد يعني التوقف مؤقتا بالتعادل قدام فيوتشر. مهم طيب. جدا زي ما كريم قال الضغط العالي بكره، احنا في المباراه اللي فاتت امام فيوتشر فقدنا الريتم، فقدنا الضغط العالي اللي كنا عاملينه في المباراتين اللي قبليها. انت كنت كان مارسيل كولر دايما في اول نص ساعه بينزل يخلص الماتش بهدفين في اول نص ساعه. احنا لازم بكره نبدا كده ان شاء الله، لازم الضغط العالي، لازم الريتم بتاعك يكون سريع، لازم تحاول تجيب هدف مبكر وتامنه بهدف تاني عشان تخلص من بدري المباراه، لان فاركو يعني لو استعرضنا حتى ارقام فاركو في الدوري معانا الارقام في البدايه بتاعتهم، هنلاقي ان هم يمكن هم ما كسبوش غير ماتش واحد من اول الموسم مع نونو الميدا، بيحاولوا ان هم يدافعوا بكره بشكل كويس ويحاولوا ان هم يتعادلوا مع النادي الاهلي، اكيد اقصى حاجه يحاولوا. ادي قدامنا الارقام على الشاشه، يمكن هم لعبوا 7 مباريات السنه دي، كسبوا ماتش واحد، اتعادلوا 4، خسروا 2، جابوا 4 أهداف في 7 مباريات، يعني هم يعتبروا من أضعف خطوط الهجوم في الدوري، استقبلوا الأهداف 5 أهداف دخلت شباكهم، ودي حاجة بتأكد برضو إن دفاعهم كويس مش وحش، دخل 5 أهداف في 7 مباريات، حافظ على نظافة شباكه 2 من 7، وده بيأكد برضو نفس طريقة اللعب إن هم بيلعبوا 5 ورا، فمديهم نوع من التأمين الدفاعي، ولكن هم ما عندهمش شراسة هجومية كويسة خاصة على مستوى الأجنحة والاعتماد في الكرات الطولية على عمرو جمال.
هو بكره لو اعتمد، لو شفت التشكيل لقيت عمرو جمال، اعرف ان هو معتمد على التمرير الطولي والتحضير اللي هي تمريراته الطوليه اللعب المباشر. لكن لو شفنا احمد شريف المهاجم الشاب، اعتقد ان هو ممكن يعتمد على تحضير الهجمه من تحت. فمن خلال تشكيل كابتن ايهاب جلال نقدر نحدد طريقه اللعب. عموما خلينا ننتظر بكره ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، هذه المباراه الهامه جدا في ظل التعادل الاخير للنادي الاهلي. الكل ينتظر ماذا سيفعل النادي الاهلي في مباراه بكره. شكرا جزيلا يا احمد، شكرا جزيلا يا كريم على وجودكم معانا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره زي ما حضراتكم عارفين المباراه الساعه 5 قبل المباراه هيكون عندنا الاستوديو التحليلي، قبل المباراه بساعتين هيكون عندنا الاستوديو التحليلي لنقل كواليس كل ما يحدث قبل مباراه النادي الاهلي ضد نادي فاركو. ان شاء الله هكون بكره مع حضراتكم في ميعادنا بكره الساعه 10 ان شاء الله. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله اشوف بكره حضراتكم على خير وحلقه جديده من البيت الكبير.